22/12 برز البلد، 28/4/2013، 28/4/2013. قصف الهمجي من عصابات الأسد على الحي، احتراق المنازل. انظروا يا عرب، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. احتراق المنازل في حي برز البلد، في حي برز الدمشقي. الله أكبر عليك يا بشار، الله أكبر عليك يا بشار. انظروا يا عرب، انظروا يا عرب، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. هذا الدعم الروسي والصيني والإيراني وميليشيات حزب الله تدعم النظام والإسلام صامتون. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. احتراق المنازل في الحي، الله أكبر عليك يا بشار. برز البلد 28/4/2013، احتراق المنازل في الحي جراء قصف الهمجي من عصابات الأسد على الحي. حسبي الله ونعم الوكيل.